خلال حفل تكريم المعلمين والمرشدين التربويين الفائزين بجائزتي الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز والمرشد التربوي المتميز، أعادت جلالتها التركيز على خطوات تطوير التعليم وتعزيز قدرات أهم عناصره الرئيسية وهو المعلم. وقالت جلالتها: يجب علينا جميعا أن نتشارك في تطوير التعليم في الأردن، والتطوير يعني أن نستبدل أساليب الأمس بما يتناسب مع متطلبات الغد. ليس عندي شك بأننا جميعا نريد تعليما أفضل، لكننا كثيرا ما نقطع وعودا ونضع خططا بحجم أحلامنا ثم ننجز منها فقط بقدر ما تسمح لنا مخاوفنا. لذا أدعوكم أيها المعلمون الأفاضل أن تقودوا النهضة التعليمية من داخل صفوفكم، وأن تمدوا أيديكم إلى المجتمع من حولكم لتدعوهم للمشاركة بنهضة التعليم. وبعد أن استعرضت جلالتها عدداً من التحديات التي تواجه المعلمين، ألقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الدنيبات كلمة قال فيها: إذا كنا قد شهدنا تراجعاً في سنين طويلة خلت، فإن الطريق أمامنا مهيئة الآن أكثر من أي وقت مضى لتجاوز هذا التراجع وتحويل التحديات إلى فرص نجاح. نعلم يا جلالة الملكة أنه لا يوجد طريق للنجاح خال من العثرات، ولا توجد عثرات إذا توفر العزم والعزيمة لتنفيذ الرؤية، ولن يكون ذلك إن لم نعرف كيف يمكن أن نتجاوز هذه العثرات، ولا يعرف ذلك كله إلا بعد التعثر ولو قليلا. كما نعلم أنكم تعلمون أن من يعلم نقاط ضعفه ويعترف بها يمكن أن يصلح نفسه ويحول الضعف إلى قوة، خلافاً لمن يخدع نفسه ويقنعها بأنه كامل ولا شيء يمكن أن يتجاوز غرور الكمال، كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً. وألقت المديرة التنفيذية لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي لبنى طوقان كلمة أكدت فيها على أهمية اجتماع جهود كافة الأطراف المعنية للارتقاء بالقطاع التعليمي في الأردن، مشيرة إلى أن الإبداع اليوم لم يعد رفاهية بل حاجة ومتطلبا رئيسيا للأمم كي تتقدم وتزدهر. أن حاجتنا اليوم تكمن في تعميم هذه التجارب الإبداعية ومأسسة العمل بها مع وزارة التربية والتعليم ومع شركائنا الآخرين، لننتقل من مرحلة نشر ثقافة التميز إلى تبني هذا التميز، إلى تطبيقه كطقس دائم الحضور لا كضيف. يقول جبران خليل جبران: المعلم الحكيم حقاً لا يدعوك لدخول بيت حكمته. وكرمت جلالة الملكة رانيا العبدالله المعلمين والمرشدين التربويين المتميزين الذين بلغ عددهم 23 معلماً وخمسة مرشدين تربويين. وقد تقدم لجائزة المعلم المتميز هذا العام 1609 معلمين، بينما تقدم لجائزة المرشد التربوي المتميز هذا العام 147 مرشداً تربوياً. وكان الفنان حسين السلمان قد قدم وصلة غنائية أردنية كتبت كلماتها خصيصاً لمعيار الإبداع والابتكار لجمعية الجائزة. وأبين
بالون.